لو تشرح لنا في البداية دكتور، ايه هو مشروع نظم الخلايا الشمسية ومين الشركاء الاساسيين مع حضراتكم في التوسع في هذه المشروع؟ مشروع نظم الخلايا الشمسية بينفذه مركز تحديث صناعة تابع لوزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، وده بيأتي في إطار الخطة الاستراتيجية اللي أطلقها مركز تحديث الصناعة ولها محاور متعددة، منها الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، وشيء مهم جدا وهو تعميق المكون المحلي خاصة للصناعات ذات القيمة المضافة العالية أو ذات المكون التكنولوجي المرتفع زي مكونات محطات الطاقة الشمسية. فبيأتي هذا المشروع وتنفيذه، وطبعا مع شركاء استراتيجيين أساسيين زي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء. طب خليني أسأل حضرتك، إيه الجدوى الاقتصادية والتكلفة الاستثمارية كمان لتركيب محطات الخلايا الشمسية؟ خليني أقول لحضرتك، يمكن التقرير بتاع حضرتك اللي اتعرض ده بيتكلم على الاستثمارات الكبيرة جدا اللي استثمرتها الدولة في المحطات الكبيرة، ولكن المشروع معني بالمحطات الصغيرة اللي هو أي حد مننا يقدر يفكر إن هو يركبها، سواء كان منشأ سكني أو فندقي أو صناعي المصانع وما إلى ذلك. لما نيجي نتكلم على الجدوى الاقتصادية بتاعتها، خليني أقول لك إن من 5 سنين فاتت أو من 6 سنين فاتت كنا بنتكلم عن معدل استرداد، يعني فلوسي هتيجي بعد قد إيه، بيتعدى 5 سنين وست سنين. حاليا احنا بنتكلم على من 3 إلى 5 سنوات بيكون الفلوس بتاعتي تم استردادها بالكامل، وبالتالي اصبحت محطات الطاقه الشمسيه اصبحت منافسه جدا واصبحت في متناول ايدي معظم المستثمرين او المواطنين اللي بيفكروا، وده نتيجه حاجتين. الحاجة الأولانية هو ارتفاع أسعار الكهرباء. احنا بنشوف كل شهر 7 بيحصل انه الشرايح بتزيد نتيجة انه الدعم بالظبط. الحاجة الثانية انخفاض مكونات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، سعرها ابتدى ينخفض، فبالتالي أصبح في حالة من حالات أنه السعر بتاع المحطة نفسها ومكوناتها بينخفض، كهرباء بتزيد، فأصبح في جدوى اقتصادية عالية جدا، وده شفناه المشروع ركب. هل في حد أقصى؟ طب حضرتك المشروع ركب قد ايه؟ طب الاول يعني في خلال السنتين اللي فاتوا المشروع ركب 126 محطه طاقه شمسيه في 15 محافظه على مستوى الجمهوريه في القطاعات المختلفه اللي انا اشرت اليها، باجمالي قدرات 10.8 ميجا وات. ولما اقول 10.8 ميجا وات انا بتكلم على محطات بتبتدي من 5 كيلو وات، يعني فوق بيتي انا عايزه 5 كيلو وات، لحد صغيره يعني بتكلم لحد نص ميجا، لحد 500 كيلو وات. دي أقصى قدرة ممكن الخلايا توفرها من الطاقة؟ لا، لأن حضرتك للبيوت أو للمصانع يعني على المستوى ده؟ لا خالص، إحنا عندنا إحنا بنشوف لما نيجي نقول أقصى قدرة إحنا مفيش يعني مفيش حامد خالص، زي ما شفنا محطة بنبان حاجة ضخمة كبيرة جدا، ولكن أنا بقول كل واحد بنبتدي نشوف احتياجاتنا قد إيه، لأن إحنا بنستهدف إن إحنا نشوف أقدر أغطي أوصل 50% 60% من احتياجاتنا.